بيان الاغنيه. سلمى رشيد ما تاثر ليا حتى واحد. قول لك شنو يحكي في بيك حامد ولا بقوم؟ حامد. الفنان الشعبي يونس بولمان صاحب أغنية حتى لقيت اللي تبغيني التي انتشرت بشكل واسع على موقع رفع الفيديوهات اليوتيوب، ووضع نفسه في موقف محرج بعدما وصف أغنية الجيدير التي أعادت الفنانة الشابة سلمى رشيد غناءها بطريقة جديدة بعبارة لها ما لها وعليها ما عليها، وقال عنها بتعبير عامي أغنية حامضة، وذلك أثناء استضافته على راديو دوزيم. هذا تصرف من طرف بولماني لم تستسغه الفنانة سلمى رشيد، معتبرة في خروج إعلامي لها أن تصريحه أضحكها أكثر مما أزعجها، وردت بلهجة قوية قائلة إن هذه الخطوة غير ذكية البتة، خاصة من طرف فنان مبتدئ بأن ينتقد فنانين سبقه في الميدان الفني. صاحبة أغنية سمعني نبضك أشارت إلى أن هذا الأمر ليس في صالحه، غير أنه لم يفوتها في المقابل أن تتمنى له التوفيق في مساره الفني وألا يكون فقط موجة عابرة.